من تحيه نضاليه نوضح الحيثيات نتاع هذا الاعتصام ديالي هنايا بهجوم مع التوريث. هذا الاعتصام كيجي احتجاجا على المذكره التعسفيه اللي صدرها رئيس جماعه التوريث يوم 15 اغسطس 2019 حقي. نوضح العموم المواطنين والراي العام باللي ان هذه المذكره علاش تعسفيه، لانها جات رد فعل على واحد المداخله خديتها بمقر عماله التوريث يوم 10 اغسطس 2019 وهو اليوم الوطني للمهاجر، بحيث من خلال هذه المداخله حاولت نطرح الاشكالات اللي كيعانيوها عموم المواطنين ومن ضمنهم ابناء الجاليه في المهجر، من يعني التعامل ديال الاداره ولا سوء ديال التعامل ديال الاداره معاهم والاحساس ديالهم بالحقره، حيت بسبب الفساد الاداري، حيت ان المواطنين سيرتو ديال الجاليه كيبغيو وثيقه اداريه كيدوزوا الكونجي ديالهم معظم الاوقات ديالهم، يعني ما بين المكاتب الاداريه وما بين الاجراءات والروتين الاداري. انا هذه المداخله طرحتها بواحد السياق عام، يعني ديال النقاش ديال في محاوله ايجاد حلول بمناسبه هذا اليوم الوطني، لكن للاسف السيد الرئيس كان حاضرا ولم يعجبه كلامي. فانا كنقول لهذا الرئيس، انت رئيسي في الشغل وفق الميثاق والقانون ديال الجماعات، اياه على الراس والعين، ولكن انت لست رئيسا على افكاري ولست رئيسا على يعني المواقف ديالي. انا من حقي كمواطن في اطار حريه التعبير نقول ونعبر على المواقف كيف ما كنشوفها، وماشي عيب الرئيس اننا نختلفوا معك. هذه المذكره التعسفيه في حقي علاش تعسفيه؟ لان بالدليل الملموس انا موظف منذ 10 سنوات في مصلحه الحاله المدنيه وادي المهام ديالي بكل اتقان وبكل مسؤوليه، وعمرني ما كنت يعني مقصر في المجهودات ديالي. في الوقيته اللي دابا حاليا الوقيته ديال الذروه، يعني ديال ازدياده الطلبات على المركز ديال الحاله المدنيه بحكم يعني الجاليه وبحكم الدخول المدرسي وبحكم المباريات وبحكم كذلك كاين قله ديال الموظفين، وكنلتمسوا في الوقيته اللي كنلتمسوا من السيد الرئيس انه يعزز الطاقم ديال الموارد البشريه باش نقدروا نتغلبوا على الطلبات ديال المواطنين في الوقيته ديال الذروه، قام يعني بنقلي من هذه المصلحه، وبالتالي خلق واحد العجز مضاعف في هذه الفتره ديال الذروه، وبالتالي كيبان بشكل واضح باللي ان القرار ديال السيد الرئيس هو قرار انتقامي، قرار تعسفي لا علاقه له بحسن التسيير الاداري. حساني عبد الحفيظ لا يرفض قرارات الرئيس في علاقته الشغليه ولا علاقه العمل، بحيث هو الرئيس ديالي في العمل كنحترم القرارات ديالو، ولكن ما ارفضه ان يكون هذا القرار يعني مغمور بلغه التعسف. انا ارفض هذه المساله هذه، فانت رئيسي في العمل حقيقه، لكن ولن تكون يعني رئيس على الافكار ديالي وعلى المواقف ديالي، وانا ما كنهربش من الخدمه. انا فقط ارفض يعني هذا الشكل التعسفي والاشاره. قدموا لي استفسارات وجاوبت عليهم، انا لست في حاله غياب عن العمل. انا كنوضح للناس وللرئيس والراي العام باللي هالشيء راه خصو يدخل في المنظومه ديال الاصلاح الاداري. يجب التمييز ما بين المهام ديال رئيس الجماعه واختصاصاته يعني بالمنظور السياسي ولا الانتخابي، وما بين الاداره في علاقتها مع المواطن وفي علاقتها بالتسيير الاداري وفي علاقتها بالموظف، اللي خص تكون واحد الاستقلاليه اللي مبنيه على الكفاءه وعلى المهنيه وماشي على المنطق ديال التبعيه ومنطق ديال الولاء جانب الرئيس. وتحيه نضاليه. كنضيف باللي ان هذا اليوم يعني انا الاعتصام ديالي كنديرو تزامنا مع التوقيت الاداري من 8:30 حتى 4:30. هذا اليوم خديت شكل نضالي جديد اللي هو الامتناع عن الشرب ديال الدواء. الامتناع عن الشرب ديال الدواء كيعني هو التعريض ديال الحياه ولا الحاله الصحيه ديال المواطن والسلامه البدنيه ديال المواطن الموظف عبد الحفيظ الحساني للخطر. هذه ماشي رغبه ذاتيه، هذه واحد محاولة ديال الاحتجاج. كنقولوا للرئيس الا كنت باغي تنقلنا بمذكرة تعسفية راه حنا ما كنخافوش، راه نقلنا حتى للقبر. احنا دابا كنطلب بالصحة ديالنا باش نقولوا اللهم هذا منكر، باللي ان اجراءات الرئيس راه اجراءات تعسفية. وبالتالي انا كناشد جميع المواطنين، هذا الاجراء ولا هذه الخطوة اللي خديتها هي خطوة تحسيسية. كنقول لكم الصحة ديال المواطن والحياة ديال المواطن الموظف عبد الحفيظ حساني في خطر، من اجل الكرامه ومن اجل يعني الاعتبار للموظف. حنايا خدامين في اطار الاداره وفي اطار الوظيفه العموميه وماشي في اطار ضيعه فلاحيه. هذا الشيء اللي بغيت، الفصل ما بين المهام وما بين الحوجات اللي كتتعلق بالاداره
وما بين يعني الموقع السياسي نتاع الرئيس وتحية نضالية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. توضيح للرأي العام بالنسبة للمشكل نتاع القضية نتاع حفيظ حساني الموظف ديال الجماعة. هذا المشكل هذا السيد نهار يوم الجالية كنت أنا تما كرئيس جماعة، جا هو تار واحد المشكل اللي وقع كيقول بأنه وقع نسيبه في الجالية ووقته في الجالية. حكى المشكل، جاوبته أنا بأن المشكلة وديرها جاو عندنا لاكور دي كونت وليغات، هذا هو اللي ولينا كنخلصوا على الناس لأن المشكل فيه الأداء تاع 1000 درهم. خلص هو 1000 درهم، من بعد دار تعقيب قال لك اودي انا ما عنديش، ما كنهضرش على المشكل نتاع 1000 درهم، كنهضر على المشكل نتاع الشكايات. جبت الشكايه الاولى قال لك اودي جات درنا في لاضات الفلانيه، الشكايه الجايه جا في لاضات الفلانيه، الشكايه الثالثه في لاضات الفلانيه. حتى الانتباه ديالي انا بان هذا اللي كيشكي بعدا موظف ديال الجماعه كجميع الموظفين. من تما تصرحت ووضحت للناس اللي الناس اللي كانوا تما المواطنين اللي كانوا تم ولا المصائر الخارجيه بان ودي هذا راه موظف ديال الجماعه وكلفته لان شفت فيه يعني الشجاعه وشفت فيه المواطنه وعرفته بان انسان اللي باغي الخير للمواطنين وباغي الخير للمهاجرين، كلفته بهذه المهمه تاع الشكايه. هذا الشيء اللي درت قلت له ديرها اليوم، كانت السبت الحد الاثنين عيدنا، الثلاثه ما خداميش، الاربعه ما خداميش، الخميس، قلت للناس تما بان هاد السيد هذا اللي كيلاحظ على هاد الشيء هذا، كنشكرو بعد على الملاحظه اللي تاها لي انني ماشي في علمي هاد الشيء لانني رئيس جماعه. قلت لهم راه غادي نكلفو هو بالشكايات، غادي يبقى يتجاوب معاكم، وإلا تجاوب هو خويا في جوج دقائق انا في الدقيقه الثالثه نكون سنيت المراسله. درتو في المشكل درتو في المصلحه تاع الشكايات، هاد الشيء اللي درت. وهذه من اختصاص تاع الرئيس، هذه راه داخل الاداره. راه ماشي صيفط شي كيقول هو مذكره تاع الصوفيه وكي بزاف البقالات انا كنقول الاخوان يعني انا ما غاديش نقول شي واحد ما تضامنش ولا تضامن ولا شغلو هذاك. بصح السيد راه عينته في واحد المصلحه اللي هو تشكى منها، اللي هو كيقول مصلحه ما كايناش، درتو باش يساعد ذاك الموظف باش تولي الشكايه، لانه هو تشكى الشكايه، درتو على الشكايه باش تولي الشكايه كتجاوب مع المواطن في اسرع وقت. هذا هو اللي درتو فيه، ماشي يعني نقلته لشي اداره اخرى ولا شي مقاطعه اخرى، نقلته كان في الحاله المدنيه ديته لمصلحه الشكايات يعني باش يتجاوب مع السكينه وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا. انا بالمناسبه شفت موظف اللي غيور على هادشي هذا وعلى الخدمه ديالو وانسان اللي يصلح ديك المصلحه، درته في ديك المصلحه عادي يعني عندي نيه حسنه لان شفتو فيه الغيره وشفتو باغي ديك باغي المصلحه للمواطنين، درتو باش يساعدني في المواطنين. يقدر ما لقيتش في ذاك الموظف اللي كيهضر يتشكى منه هو، ما قدرش ولا ما لقيتش في ذاك الشيء ملي شفتو هو فيه الغيره وباغي الخير للمواطنين، درتو باش يعاون المواطنين. هادشي اللي كاين، ما عندي معنى انا قوى ولا جمال. وشكرا.